يعني ملي درت العملية حسيت بواحد، يعني واخا كان شوية ديال التعب، ولكن حسيت بأنه يعني واحد الحياة جديدة غادي تكون. وكنشكر الأطباء كاملين اللي وقفوا معايا، وكنشكر الأخ منير والأخت شاكرة والأخت كريمة لأنهم كانوا سباقين يعني بالتواصل مع المحسن اللي كان بغى يعاوني، باش واخا ما بغاش يذكر اسمه ولكن يعني بغى يدير الخير بينه وبين الله، وكنقول جزاك الله خيرا. وهو في الأول أنا يعني ما عمرني كنت فكرت في العملية، حيت عارف أن الإمكانيات ما عنديش، ولكن نهار درت الفيديو كنتمنى أنه وقعوا بزاف المشاكل الدولية، الكونت كيسبوا الفنانين، كيسبوا زعما سميتو، كيسبوا كل شيء زعما، باش بحال ما نديرش العمليه ولا شنو. ولكن الحمد لله رب، يعني ربي ملي كيكتب شي حاجه راه كتكون. وهو عندي واحد التفاؤل وعندي واحد الرغبه كما قلت للطبيب، لانه جلس معايا ولا الطبيبه قالوا لي واش قلت لهم انا عندي رغبه ومستعد لهذه العمليه، خصوصا انا ما درتش بالبنج، ما درتش بالتخدير اللي هو كان التخدير اللي هو شنو كيتسمى سميتو تنويم المغناطيسي. اذا التنويم هي فكره جديده، يعني انا دابا هي الحاله الثانيه اللي كدار هنا في المغرب، وانا فرحان بها. واخا ما كنتش انا عارف شنو يعني كنقول، ولكن ما كنعرفش شنو كيدور في القاعه، يعني بيني وبين غير الطبيبه اللي كتواصل معايا قالت لي تختار شي ذكرى عندك زوينه ونهضر في المواضيع، كتسولني بحال كنتخيل شنو كان كيوقع، يعني بحال كنسترجع الذكريات. والحمد لله كلشي داز مزيان، ما حسيتش بوالو. كنت حتى اللي حسيت شي حاجه كندخلوها في شكل مسرح، ما كاينش لا زعما الوجع الكبير، كتكون شي حاجه بحال مثلا شي شوكه ولا شي حاجه كندخلوها، يعني كندخلوها معايا الدكتوره بحال الا هي ماشي في العام داخله في العمليه. وانا ما كنتش عارف شنو كنقول، وغنيت الاغنيه ديال حيت قالت لي غني، قالت لي شنو هي الفنانه اللي عزيزه عليك، قلت لها الفنانه دنيا باطمه، وقلت لها على البرنامج لانهم الاخوان قالوا لي شنو قلتي من بعد، وذكرت بانه في شرفاتنا في البرامج ديال الاراب ايدول، وذكرت بانه يعني القفاطين حيت سولتني على القفاطين ديالها كي كيجي، وقلت لها القفاطين ديالها يعني زوينين فيهم لمسه عصريه ودائما متجدده، وكنوجه ليها تحيه من هذا المنبر. تواصلنا في هضرنا في الحقيقه تاع ياسين وسهام، وهي انسانه مميزه، يعني ماشي غير معايا، شتاتها كيفاش كتهضر مع الناس وكيفاش كتاخد الصور مع الناس، انسانه طيبه قلبا وقالبا. شكرا لكم بزاف في الدار، وكنقول لكم شكرا دائما، يعني لانكم دائما كتجريو في الخير وكتجريو للمناطق، والله يسهل عليكم ودائما يعني تكونوا في القمه يا رب. الفيصل كيفاش جات الفكره انه تواصل معايا في نهار العقيقه ديال ياسين وسهام؟ تلاقيت معاه تما وديجا يعني مسكين كان باغي يجي للحفله، وعيط لي قال لي ما عنديش فلوس باش غادي ندخل وبغيت نحضر وكذا وكذا. قلت لي مرحبا، قال لي باغي نجي من اكادير وما بغيتش نجي من اكادير ومن قواق في الباب وكذا. قلت لي لا مرحبا بك، وجا مسكين العقيقه ديال ياسين سهام ولقى الانفيتاسيون ديالو في الباب ودخل رحبنا به، ومن تما تلاقى معايا ودوى معايا قال لي يا منير واش ممكن تساعدني، عندي ان بروبليم في عينيا وكذا وهذا، والناس يضحكوا عليا وعندي ان بروبليم وهذا. قلت لي با بروبليم، انا غنشوف مع ليكيب ان شاء الله وغادي نلقاو لك الحل. وفعلا جلسنا و يعني ودرسنا الدوسي ديالو، واتصلنا يعني بالطبيب يعني اللي صديق ديالنا حتى هو. الحمد لله يعني لافونتاج حنا كايكيب، حنا باش نوضح المغاربه، حنا ماشي اسوسياسيون، حنا فاعل خير، عندنا الحمد لله علاقات في المغرب كله. حنا واحد تيقول لنا يعني حنا تابعين شي حزب، ما حنا ما تابعين لا حزب لا جمعيه لا حتى شي حاجه، حنا واحد الخمسه ولا سته ديال الناس بيناتنا دايرين ان جروب كوم سا، يعني تنعاونوا به الناس على قدر المستطاع وعلى حسب الناس اللي تنعرفوا. بالنسبه لهذا الطبيب هذا هو يعني صديق ديالنا، يعني تعاون معنا في العمليه، واحد صديق ديالنا واحد اخر عاوتاني هو خلص العمليه. انا بغيت نقول باللي الدنيا عاونتنا في ليفينمون الاول بزاف، فريمون عاونتنا بزاف لا ماديا ولا كل شيء، كانت غاديه معنا ايتاب باغ ايتاب. هذه العمليه ديال فيصل، واحد السيد كيف قلت لكم رجل اعمال من كازا، مالف كيدير الخير ولكن كيديروا مستور بينه وبين السيد اللي كيدير معاه داك الشيء، دونك هو تكلف بالعمليه ديال فيصل دعاء زيد، ما بغاش يذكر ما بغاش تذكر سميتو، ما بغاش عارف صافي، بغى يخلي هذا الخير مستور. بغيت نشكر بزاف الدكتوره امينه حارث ثاني وحده في المغرب كتدير البنج بالتنويم المغناطيسي ماشي بالبرودوي، الدكتور طارق وي طارق كذلك اللي حتى هو الطاقم، شوف الطاقم الطبي كله، حنا انا تنشكروا الطاقم الطبي كله، الكلينيك كل شيء الحمد لله داز مزيان. وحنا في هذا المنبر ديالكم قلنا الحمد لله حنا ما غنوقفوش على هذه الحاله هذه الاخرى. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.